نقول للعالم أجمع لدينا أهداف ومطالب يجب على الجميع الوقوف عندها. وجهوا بنادقكم ونحن معكم، إذا حرفتم البندقية إلى جهة النظام سنكون معكم ملتحمين. نحن اليوم عم نتجمع هون على دوار جمال في مدينة اعزاز من كل المناطق المحررة في ريف حلب الشمالي، عم نتجهز للنزول الى عفرين للمطالبة باخراج ما تبقى من فلول هيئة الجولاني في المنطقة. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني هو توحيد الفصائل العسكرية كلياتها تحت ادارة وحدة وتشكيل مشروع حقيقي على الارض بإدارة مدنية من الفعاليات المدنية والثورية الموجودة بالمنطقة. طبعا هذا المطلب الأساسي، ونحن ما بنتخلى عن المطلب اللي خرجنا فيه من 2011، ما بقينا إن بقي الأسد وما بقينا إن بقي الجولاني عميل الأسد. بكامل المحرر من وسط مدينة عفرين نقول للعالم أجمع لدينا أهداف ومطالب يجب على الجميع الوقوف عندها. إسقاط النظام بجميع فروعه وأركانه وميليشياته، إخراج هيئة تحرير الشام من مناطقنا، من غصن الزيتون، من عفرين وريفها، إخراج المقرات العسكرية من المدن بكامل المحرر، إلغاء جميع الحواجز والأمنيات التابعة للجيش الوطني وصولا إلى قيادة واحدة أمنية بقائد واحد وإشارة واحدة. دائما وأبدا مطلبنا إدارة مدنية من الشرفاء بعيدا عن هيئة تحرير الشعب. عليها بدنا نمشي بنظام باتجاه مبنى السرايا منشان نوصل رسائل حضارية لإخواننا الأتراك، رسائل نوجهها للداخل وللخارج بإذن الله تعالى. إلى أبنائنا في هيئة تحرير الشام، لماذا لا توجه الأرتال إلى الجنوب إلى الشرق؟ لماذا دائما الأرتال توجه إلى المناطق المحررة؟ كفينا تحرير أراضينا، حررت حررها شبابنا بدمائهم وقدمنا الكثير. ألا يكفي قتل لهذا الشعب النازح، لهذا الشعب المضطهد؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصواب أبناءنا في هيئة تحرير الشام. وجهوا بنادقكم ونحن معكم، إذا حرفتم البندقية إلى جهة النظام سنكون معكم ملتحمين. بارك الله بجهود كل الأشراف، سنحارب الفساد إن شاء الله. الآن نحن في وسط عفرين، نريد أن نوجه رسالة إلى إخواننا في عفرين عربا وكرد. أنتم إخوتنا ونحن إخوتكم، والذي يصيبكم يصيبنا. لا نريد لكم ذلا ولا نريد لكم عارا، نريد لكم دائما أن ترفعوا رؤوسكم، ونحن معكم دائما وأبدا. أنتم إخوتنا ونحن إخوتكم، والنصر لثورتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نسمح للبغاة أن يتحكموا فيكم، ولا يمكن أن نسمح للبغاة أن يحكموا عفرين. هؤلاء قد خرجوا من قاموس الثورة بكل أشكالها وألوانها. هؤلاء أظهروا عمالتهم للنظام، وهؤلاء أظهروا عمالتهم بأنهم مع حلف الرذيلة أينما كان وحيثما كان.